اخر موضوعين خليكم معي. في حاجه اسمها سيس روب، هذا حقكم ولا مش حقكم؟ هذا حقكم. ده تاكس انتر. بعدين نشي. قلنا اي شيء يحصل داخل الشبكه يتم تسجيله، يتم جدول ارشفته على اساس متابعه الاعطال، على اساس مراجعه من عمل هذا العمل، على اساس الفواتير التفصيليه بعض الاحيان، على اساس اشياء كثيره جدا. فنحتاج سيرفيس او بروتوكول اسمه سيس لوج. هذا بروتوكول من اجل ايش؟ Allow device to send their message to سيس لوج سيرفر. يعني هذا البروتوكول يمكن الاجهزه حق الشبكه من ارسال اي تقرير يحصل فيها او اي رساله تحصل فيها او اي فيد الى سيرفر علشان يسجل داخل هذا السيرفر ريكورد بكل ما حصل. انترفيس اب، انترفيس داون، روت دخل، روت خرج، مثلا عملت اي بي ادرس، عملت لوج انترنت، عملت لوج ان اس اس اتش، اي افن تحصل على اي نتورك ديفايس تتسجل فين؟ في سيرفر خارجي. لانه لوجينج لاي افن تحصل موجوده في البفر، موجوده في البفر حق اي جهاز، لكن البفر كم يتحمل؟ يعني انت ممكن تعمل شو لوجينج بيظهر لك اللوجينج لاخر فتره كانت موجوده، ما بعدها ما زاد على البفر ميموري حق الرام يمتسح 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 ما تشوفوش. مش بس طفي الجهاز، طفي الجهاز هذا كمان تروح، هذا كمان تروح. لو طفي الجهاز عليك طبعا. عادة أجهزة الشبكة يفترض ما تطفاش، يفترض ما تطفاش. مودم، راوتر، سويتش، يفترض يوفر لها باك أب باور تظل على طول الوقت، لأن هي أهم جهاز يتركز على الأجهزة كلها مرتبطة بهذا الجهاز، أو مرتبط يعني عملها مرتبط بهذا عمل هذا الجهاز. إذا طفي عزلت الشبكة عن الجميع، سهلة لا. فلذلك أجهزة الشبكة دائما تكون أب واصل. فأي افن تحصل تتسجل في الـ في الـ في اللوجينج فايل داخل فين؟ في البفر ميموري حق الرام. فإذا الرام طفي راحت كل شيء. إذا الرام امتلأ أي افن جديد تمسح افن قديم. فإذا تشوف شو مثلا لمن دخل أمس، لمن دخل قبل أمس، لمن الحالة الانترفيس ايش كانت قبل يومين، لمن عمل لوجين عن طريق الكونسول أو الاس اس اتش أو أي طريقة قبل أسبوع. ما بيطلعش. بالضبط. هذه يعني استفاد منها في التقارير، في الفواتير التفصيلية، في بعض الأحيان الشكاوي اللي تأتي من عند المشتركين. أحد بيشاغلني، أحد بيزعجني، أحد مش عارف إيش. إذا ما إيش مسجل هذا الأكتيفيتي كله اللي داخل الشبكة، ما تقدر تطلع له تقرير، ما تقدر تدي له بيانات. آخر الشهر شيء تعمل نسبة الإنجاز أو عدد الإفنت، عدد الإيرور، عدد الألارم، كم الباكت، كم مش عارف إيش، يعطي لك تقرير كامل على أساس هل تستمر على نفس هذا الرؤيه حق الشبكه ولا تزود، تعدل، تعمل ريديزاين، تعمل اشياء معينه. فاللوج فايل من اهم الاشياء. زي بعض الاحيان عندما نعمل احنا في التيرا تيرم، بالتيرا تيرم نعمل ايش؟ نعمل لوجينج سيشن. رويناكم ولا لا؟ نو نو اطلاقا. هذا خارجي بياثر على الشبكه اذا كان اللوجينج داخل الجهاز. انت ممكن تعمل ايش؟ لوج اي شيء في التيرمينال هذا تعمله انت في التيرمينال بس. لكن عندما تفعل الامر في كل جهاز او في كل ديفايس حق الشبكه، سويتش وراوتر فاير وول مودم كل شيء، تعمل لوك. معناها انه بيرسل لي تقرير الى ملف معين داخل سيرفر او داخل بي سي او في فلاش او في اي مكان، يسجل لك فيه كل ما حصل، من عمل اي شيء، ما حاله كل انترفيس، حاله كل جهاز، حاله كل لينك، حاله كل سي بي يو، حاله كل رام، حالة كل ما يحصل داخل الجهاز من بروسيس، من ترافيك فلو، من اي شيء يسجل فين؟ في سيس لوج سيرفر. طبعا في مصادر ممكن تسجل فيها سيس لوج سيرفر، اما يقول لك في لوجينج بفر، في البفر الخاص باللوجينج اللي داخل كل جهاز، او في الكونسول لاين اللي هو منفذ الكونسول اذا انت رابط التيرمينال حق الكونسول، او على مستوى كل تيرمينال تفتحها انت، تيرا تيرم، اس اس اتش، مش عارف ايش، على مستوى كل واحد اي شيء يحصل هناك يظهر في ترمينال. بس ترمينال طالما مفتوحه طفيت عطف. اذا ما انتش عامل حفظ اللي ما يحصل داخل هذه الاوبريشن او داخل هذه الصفحه من اكتيفيتي او سيرفر اسمه سيس لوجيش سيرفر. وهذا افضل الحلول. خلاص لو معك التكنولوجي فيها مئات الاجهزه وما فيش معك الا موظف اثنين بيراقبوا عمل الاجهزه دي كلها، يسجل كل شيء الى هناك علشان هذا بس الموظف يجي يراقب بس.
واشترى برنامج من برامج المراقبة ومن برامج اللي بتعمل ريكورد لهذه الأشياء كلها. في برامج فري، في برامج بفلوس، سيستم سيرفر، مونيتور 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 سيرفيس أو مونيتور سوفتوير موجود. هذه الأشياء تقوم بعمل تسجيل لكل ما يحصل، وبشرط أنك كمان تفعل حاجة اسمها نت إن تي بي، قلنا قبل شوية شرحناها في الأسبوع الماضي، حاجة اسمها نتورك تايم بروتوكول، على أساس التايم يكون مضبوط مع كل رسالة ترسل، لأنه كل جهاز ضروري يكون مضبوط التايم حقه بالتايم الحقيقي للوقت الحالي. على أساس أي إفنت تحصل ترسل معها حاجة اسمها إيش؟ سيرفيس، سيرفيس تايم إيش؟ ستامب، طابع ختم بإيش؟ الرسالة متى حصلت؟ بالتايم، باليوم، بالدقيقة، بالثانية، بالملي سكند حتى، والليفل كمان حق الليفل حق الرسالة، لأن الرسائل معها مستويات من ليفل 7، من ليفل 0 إلى ليفل كم؟ 0 معناها الإمرجنسي مسج، الرسائل الحرجة جدا والطارئة جدا. مثلا سي بي يو وصل لها 100%، هذا بيطلع لك رسالة أن السي بي يو الايتلايزيشن حقه قد وصل إلى مستوى عالي جدا، يفترض أنك يعني شوف إيش السبب. مثلا اللينك أصبح كونجكشن مليان، هذه من الرسائل اللي يجب أن تدخل فيها فورا، أنت ما تنتظرش السيستم يحلها لوحده، ضروري تشوف أنت إيش المشكلة، هل سببها لوب، هل سببها واحد عامل هاكينج على الشبكة، هل سببها هجمة على اللينك على الجهاز. ففي ليفل اسمه إمرجنسي، بنشوف الليفل حقها في السويتش أو في الروتر. فكل ليفل مع اسم، ليفل إمرجنسي أليرت كريتيكال نوتيفيكيشن ديباجينج، 7 مستويات أو 8 مستويات من الرسائل، مع كل واحدة حقها الليفل من الأشياء، وقد محددة مع كل سيستم. في سويتش الرسائل اللي نوعها إنفورميشن إيش نوعها إيش بالضبط، الرسائل اللي نوعها كريتيكال إيش بالضبط. يمكن معي كتاب شرحكم بشكل هذا اسمه، هي ما إيش موجودة حتى بشرحها في حقكم الكتاب خالص. هنا موجود معي تقريبا حاجة اسمها لحظة سي سي إن إيه بوك موجودة هنا في سي سي إن إيه فول سي سي إن إيه 225، هذا تقريبا موجود في الكتاب هذا. ماشيش بالويب، ماشي نفتحه بالريدر، ماشي نفتحه بالريدر بالويب اكو يفكس تشنج ايديتر. لا هذا لو بريدر اوريكم الليفلز حق الرسائل، كل واحد ايش معناها بالضبط، ركز على ايش بالضبط. هذا اخر كتاب لل سي سي ان الفاست تراك يسموه. في معي حاجه اسمها ويتش وان اديت سيرش حاجه اسمها سيس لوج. ما هو هذا كتاب حق سي سي ان ايه؟ لا عاد احنا سيس لوج، لا في البرنامج حق سيس لوج. شفتوا عندما تكلمنا على ريستريكت، ام ريستريكت في البورد سيكيورتي ايش كان يسوي؟ قلنا ايش كان يسوي؟ شت داون، يعمل شت داون صح، بروتكت يوقف اي واحد غير الماك اللي مسكر. ايوه لا فين الى السيسلوك، الى السيسلوك، يا اما الى اللوجينج بافر، يا اما للترمينال المفتوحه، يا اما للسيسلوك سيرفر، يرسل رسالة نوتيفيكيشن إلى السيسلوج على أساس إنه يقول ليش حصل كذا حصل كذا حصل كذا. ما نشوفه هنا كيف بيشتغل هذا. أيوة أعتقد هنا الموضوع حق السيسلوج ديفايس مانجمنت بروتوكول. نعم أهو رايح. شوف
0 معناها ايش قلنا؟ immediate action required synchronize 0 1 الالرت وايش؟ ولا emergency level 0 معناها الالرت والليفل 1 معناها الامرجنسي وبعدين 2 critical highest of 3 middle of 3 last of 3 هذا تسمى ال 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 المتوسطة الأهمية بعدين هنا important تسمى normal تسمى العاديات لكن في منها ما هو more important في منها ما هو less important و debugging اللي إذا طلبت أن debug للآي بي روت debug للرب debug للرسائل حق الدي سي بي debug لأي شيء يحصل هي فين تعملها الجهاز ترسلها لفين أنت ممكن تحدد 7 إيش معنى لو حددناها؟ لو حددنا 7 معناها إنه أرسل لي كل تقارير الليفلز من 7 إلى 0 إيش؟ إذا قلت له أرسل لي بس الليفل 4 معناه إنه بيرسل من 4 إلى كم؟ إلى 0 كل الانفورميشن اللي من هذا الليفلز تقريبا في كان في رسمة كان في رسمة حلوة جدا مش عارف في أي كتاب شفتها رسمة جدا رائعة تشرح فيها كل واحدة هذه تختص إيش داخل الآي أو إس في كل جهاز في الروتر في السويتش في الفايروول بس مش عارف في مش حق ماشي في حق سي سي ان كان في رسمه كده حلوه جدا توضح لي توضح مثلا جزء الانفورميشن هذه فين بالضبط جزء الديباجنج او جزء الكريتيكال ايش بالضبط جزء الايرور ايش بالضبط من مجموعه رسائل تخص السيستم او تخص الهاردوير او تخص السوفت وير او تخص اللينك او تخص السي بي يو تختص بهالشيء كده جدا برجع اشوفها بدي اياكم الآن شيء تستعرض كل الرسائل اللي حصلت من ليفل معين تروح اللوب فايل في برنامج جاهز يطلع لك هذه التفاصيل وفي برامج الآن جاهزة تعمل لك هذا الكلام ها؟ الارت هي أعلى مستوى صفر تسمى تنبيه خطر مش تحذير الارت تعتبر يعني من الألارمات العالية الخطورة ها يقول لك ايش تسوي فيها immediate action require معناها انه يجب تدخلك فورا واللي بعدها system unusable معناها ان هذه الاشياء او هذه الرسائل بتؤثر على اداء السيستم وتخلي غير طبيعي يعني السي بي يو يصل الى اعلى شيء الرام تصل الى اعلى شيء اشياء تؤثر في السيستم تخليه ما عاد يقدر يشتغل في اي جهاز اللي بعدها كريتيكال ايفنت يعني حرجه رسائل حرجه او اعمال اشياء حرجه ممكن تحصل مثلا قلنا اوفر فلو او اوفرلود مثلا لللينك اوفرلود مثلا ل او للكاش قد وصل نسبه الايرور الى نتيجه الكاش العدد الباكت اللي قد مخزونه في الرام وصلت الى مستوى عالي مما ادى الى دروب للفريمات كثير او دروب للباكت كثير لازم ممكن تكون ايش كريتيكال بعدين ايرور مثلا الكوليجن حصل كثير الدروب حصل كثير طلع لك ايرور نسبه ايرور معينه لاسباب معينه الورنينج تحذيرات يدي لك ايش تحذير يقول لك اذا استمر هذا السيستم معين او يجيب لك رساله اذا وصل السيستم لهذا الكلام زي الرسائل اللي بعض الاحيان عندما يقول لك نوت ريسبوندينج الجهاز ويدي لك بعدها رساله طبعا في الويندوز حتى انظمه التشغيل الخاصه باللينكس واليونكس والويندوز وغيرها في معهم حاجه اسمها ايش افنت فيور تقريبا لو قد شفتوها في الويندوز حاجه اسمها افنت فيور او حق الويندوز كل ما عملته طفيت لصيت الرام وصلت للسي بي يو كذا السي بي يو وصل لحته ترى لك هنا فايل فيه ريكورد بكل ما حصل داخل جهازك من حتى اول ما اشتريته الا موجود خليه يشوفها شوية بس قديم وضعنا الرسائل تحت ما في حاجة ولا لا طلع لك كده شوف سامري بالرسائل اوفر فيو هنا فيما يخص الكاستم فيو فيما يخص الادمنستريتف ايفنت اللي حصلت هنا اوبن سيف لوج اذا في لوج محفوظ عندك ولا لا ولا فيو للاشياء اللي حصلت عندك الاتاتش تاك تو ذيس كاستم فيو كوبي كاستم فيو طلع لك كل ما حصلت من افنت في الادمنستريتف وبعدين في الويندوز لوج في الابلكيشن لوج في السبسكريبشن لوج في الكاش عنده كل ما حصل احفظ اذا كان
ما حذفته قبل 5-6-7 سنين ترجع الآن. واللي قبل يحفظ. تقس تبي يحفظ على شكل تقس تاج. والتقس ما تأخذش حيز كبير جدا. ما تأخذش حيز يعني لو جلس يحفظ حتى 10 سنين 20 سنة ما بتأخذش 1 دقيقة. كلها هي تقس فقط يعني رسالة فيها يعني كذا زي يعني رسالة إنه مثلا شت داون لكذا او مثلا حصل اوفرلود لكذا او حصل بفر لكذا فقط رسائل نصيه بس شوف ها هذه كلها رسائل في 9-2 ليفل الليفل حق ايرور شفت زي ما عندنا قلنا ليفل ايرور ليفل كريتيكال ليفل مش عارف ايش بنجي شوفها مثلا رسائل اعلى تقدر تمسح الناس هاي تقدر كل ايرور كل ايرور فيما يخص مثلا الكرنل دي سي بي كلاينت المدري ما هو البرنت سيرفيس الابلكيشن رن تايم الابلكيشن ها في كمان وورنينج وورنينج ما فيش رسائل كريتيكال ولا مثلا امرجنسي ولا يعني ليفلز اقل في فيما يخص هذا يمكن فيما يخص حق اللوج حق السكيورتي او تقريبا او الابلكيشن تحصل هنا او داتا اكسس مثلا متى دخلت متى خرجت متى طلعت متى عملت تقول كل شيء هنا لوجن لوقف لوجن ولوقف مش عارف كل ما حصل داخل جهازك مسكه هنا مش جابوا مرة في إعلان مش إعلان فضيحة على أنظمة التشغيل إنها تعمل تراكنج للمستخدم وإنه أي واحد ممكن يدخل يشوف ما عملت وفين كنت متواجد وما سويت طوال فترة حياتك حتى عملوا على سامسونج التلفزيونات قالوا انها حتى الاندرويد اللي بدا السمارت تي في الجديده الاندرويد حقها يعمل ريكورد للفويس حقك للمكالمه وانت جالس في البيت جابر انت والاهل والمراه والعيال ولا حتى وقتك عامل سليب طفيته بالريموت عمل سليب يظل يحفظ وهنا نفس الكلام ويندوزات واللينكس واليونكس وغيرها كله خليك بالتقليدي خليك بالليجسي بس موجود هذه علقت عليها سامسونج وعلقت عليها الاندرويد وعلقت عليها قبل يمكن سنه او سنه ونص تقريبا هذا الموضوع ويندوز قالت ما تعالج الموضوع مدري ايش ولا iOS فقط اللي حقها ما طلعوش فيها هذا الثغره حق ابل ما طلعوش فيها هذه الثغره مع انه شوف الساعات هذه اللي هي حق خاشق جلي جو بعدين يعملوا مقابلة في البي بي سي ما فيش كاميرات طيب تصور قالوا ما قد وصلتش ما قد عملت هذا التقنية لكن ما فيش صعبة قالوا لا يعني هذا التحقق اللي ترتبط مع الاندرويد مع عفوا الابل وتنقل اي شيء يحصل من صوت لهناك للجهاز بتطبيق والصورة ما قد عملتهاش في الساعات حق الاندرويد قالوا بس امكانية موجودة هذا فيما يخص سيكوريتي فيما يخص السيستمة تعال نشوف هذا السيستمة شوفها انفورميشنال ايرور وارنينج كامل ما عملت ها شوفها في هنا حاجة اسمها كلير ولا شيء لا ها كلير شو تعمل كلير ولا كذا نعم أو طبعا في اشياء تحل نفسها بنفسها يعني مثلا في ليفل معين انت بعض الاحيان مثلا الجهاز حقك سطل ما فيش معك مجال تعمل شت داون لوج اوف سليب كنترول شيف كنترول ديليت هذا اجباري ما فيش معك اللي تعمل الحل هذا علشان ايش توقف الايفنت اللي حصلت صار لا هذه اللي في حق رسائل 8 ليفلز في كل أنظمة التشغيل اللي موجودة في كل أجهزة. ما قد وصلت إلى هذا الذكاء الخوارزميات اللي تعمل ذكرها. ضروري تكون في خوارزميات معك تتحسس أو تستشعر الخطر قبل أن يصل إلى مستوى الخطر وتعالج أو تعمل حلول قبل أن تصل للموضوع هذا في الآن بدأوا يعملوها في أنظمة الذكاء الصناعي يسموها. اللي بتدير المصانع البيوت المدن الشركات الأجهزة الذكية كلها الروبوتات
احنا بدأوا يصنعوا هذه الآن. حتى سيسكو الآن في 2018 بدأت هذا المشروع. مشروع اسمه ايش؟ الترافيك انتنت، تقيس نية الترافيك بناء على الانفورميشن اللي داخلها، وبناء على نوع الرسائل، وبناء على طبيعة المسج من فين تمشي الى فين تمشي، يشوف نيتها ويقيس نيتها من 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 نوع الرسالة، ومن من عددها، ومن اتجاهها من السوشيال ديستنيشن، علشان يصنعوا خوارزميات تقدر توقف الترافيك الخبيثة والغير 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 يعني سليمة والضارة بالشبكة قبل أن تحصل الضرر، أو قبل أن تأتي الهجمة، أو قبل أن يدخل الفيروس، أو قبل أن الانترودر يعمل أي هجمة. نو نو حتى الاي بي اس ما يعملهاش. الاي بي اس بناء على سيجنتشر عنده جاهز، بناء على فايل عنده منزل، ما هو الأشياء اللي تتبعها، ما هو الأشياء اللي يمسكها. هذه خوارزمية ذكية. زي ما انت مثلا يجي واحد يغلطك يقول لك انا اليوم بسير اعمل لك واعمل لك واعمل لك واعمل لك، يفترض العقل البشري حقك يفكر في هل هذه المعلومه امشي بعدها وبدون اي يعني اناليسيس وبدون اي ريسبونس ولا شيء، ولا اقول لا من اولها. زي ما عندما تعلم انت ولدك ايش يفترض انه يعمل بدايه حياته، ما يسوي خطوه خطوه خطوه، علشان ايش؟ علشان يبدا يكون عنده يعني ريسبونس ذاتي آلي. هل بتظل مع ابنك طوال حياته لما تقول له اعمل كذا سوي كذا لا تعمل كذا سوي كذا؟ ابدا. من تصرفاتك، من سلوكاتك، من سلوكك، وبدا ايش يقلدك بدا. فهذا الخوارزميه اللي بيعملوها الان، الخوارزميه هذه اللي بيعملوها تسمى اليه ذكاء صناعي، او اليه ذكاء بلغه برمجيه معينه، بالبايثون، بالسي بلس بلس، بالفيجوال بيسك، باي طريقه من الطرق، على اساس انها تشوف الترافيك هذه نوعها، تقيس على اساس كمها، على اساس نسبه الايرور اللي فيها، على اساس صلاحيتها وغير صلاحيتها، على اساس حجم المسج هذه وغيرها، عده معايير، وبعدين تقرر هذه المسج تمشي ولا ما تمشيش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني الواحد يراقب معاه، ما هو يعتمد على ريسورس كثيره، يعتمد على اشياء كثيره جدا، المعالج، كمية البيانات، نسبة الايرور، حجم البيانات، من لمن. مثلا انت تستخدم مثلا السيرفش، احسن لي يعني. اذا هذا الخوارزمية موجودة في الشبكة يشوف بس انت اللي بتكتب بيانات بس، ممكن يعني ذاك الكل، وانت اللي بتضخ بيانات، او انت اللي عدو البيانات. خوارزمية قليلة مش في رقم اسمه مثلا آخرين، بينقول لك هي خوارزمية أو أداة أو سوفت وير موجود في الشبكة، مهم يشوف هذا منطقي، الترافيك اللي تمشي في الشبكة منطقي. نوعي بس الآن لوجين أو اليوم مثلا 10 20، وأنت بس حق إذا خط وحدك مباشرة الخوارزمية هذه فرضها تقول ما شاء الله سير هي مباشرة تقول لا تغيري أشوف الآخرين هم يعني بالكورس لا. وإذا معاهم ريكوست يلا تقسم البادوث بينهم، تقسم الريسورس بينهم، تقسم السي بي يو بينهم، السويتش والريسورس حقه بينهم. ما تخلي واحد حتى لو السويتشات هذه ما هيش مانج، حتى لو الروترات والاكس بوينت ما هيش مانج، طالما السويتشر هذا موجود هو البرنامج اللي بتمر عليه كل الطلبات. فإذا شاف انها نفس السورس نفس الديستنيشن، أو مثلا شاف مثلا هجمة على سيسكو أو على مايكروسوفت أو على جوجل، شاف كمية بيانات كبيرة جدا لجوجل أبلود، هو عارف إن مثلا جوجل هو محارب بحث طبيعي، يقول لك أنت إيش بتسوي لجوجل؟ أنت بتشغلها، أنت كأنك بتلعب يعني بالسيرفرز، أو بتحاول تهجم على سيرفر بيانات كبيرة جدا، وهو محارب بحث أصلا، ما هو شيء عبارة عن مثلا فايل سيرفر تطرح عليها البيانات حقك أبلود بشكل كبير، ويشوف حجم البيانات، نوعها، طبيعة السورس والديستنيشن، ما عملك، ما الطريق اللي استخدمته، ما هو الديستنيشن اللي بطلبه. وعلى ضوء هذا الكلام بيعملوا بيعكفوا الآن، عاد بدأوا في 2018 2017 على أساس يعملوا قياس لنوع وحجم وجهة ومصدر الترافيك، علشان يشوف فعلا هذه منطقية ولا غير منطقية. إذا ما هي منطقية عملها دروب أو وزع الريسورس بين الكل، إذا هي منطقية خلاص تمشي كلها. هذا يسمى ال ترافيك انتنت.
نو نية نوايا نوايا اي او اي تقريبا مش عارف نوايا نوايا ترافيك نية ترافيك عندك قد ايش؟ هم نية طبيعية سيت ابحاث داونلود سيت اب ابلود مش عارف ولا عندها حركات ورفات ودورات ما ينفعش الكلام هذا طبعا خوارزمية لا يمكن انها تكون لنا بامكانيات رائعة انه فعلا يقيس كل شيء في الترافيك في نوعها في كميتها في من مصدرها اذا في الرائحة اذا مش عارف ايش وبناء على نوع التطبيقات على نوع السوفتوير على نوع ال ها؟ بدي هي بالنسبة للإنسان لكن من الآلة لا بدي هي بالنسبة لك أنت لكن الآلة لا ما هو كيف يضحك على هؤلاء الناس مثلا يعني اللي مثلا اللي بيروحوا مع مثلا الجماعات المتطرفة مثلا وقفوا ما وقفتش والله ما وقفوا ما وقفوا يلا أوتوماتيك دري دري بالموضوع إنه ما يكون فيه سرة طيب الكومنت حقها بسيط جدا حق هذا حق هذا الاداه او هذا الكومنت شوف كيف تعمل حاجه اسمها لوجينج في اي روتر سويتش اي ديفايس تعمل لوجينج وتعمل الاي بي ادرس حق الجهاز اللي شي ترحل له اللوجينج مسج المسج حق الاي بي حق الجهاز اللي بشي تعمل له انت لوجينج مسج بشرط ان هذا الاي بي من الجهاز اللي كتبته انت ريتشابل لون الديفايس بعدين تحدد اليو ار ال داخل الديفايس تحدد الدايركتوري داخل الديفايس يعني مثلا اذا سويتش الى روتر اذا عفوا الى مثلا سيرفر الى بي سي الى مش عارف ايش بعدين تحدد اليو ار ال داخل هذا الفايل فين اي مكان يا يعني اما يكون في فلاش سي دي هارد ديسك ايش وبعدين تحدد له ايش نوع الرساله اللي بات نوع الرسائل اللي بتنقلها انت في السويتش هذا او الروتر او المودم او الاكس بوينت او غيره الليفل حقها اما تكتب النيم حق الليفل او الرقم وبعدين تعمل لوجينج سورس انترفيس من السويتش اللي معي او من الروتر اللي معي او من اي جهاز منو الانترفيس اللي بيرحل هذا الرسائل انترفيس معين حدده انترفيس معين سيريال فاست فيلان اي شيء حدده هذا الانترفيس اللي بيرسل رسائل المسج حق هذا الجهاز الى الاي بي اللي حددته مسبقا في الكومنت لوجن الا ممكن تعمل له اكثر من شوف اكثر من انترفيس سورس انترفيس ممكن نقول اكثر من انترفيس انترفيس رقمه وانترفيس سورس انترفيس وانترفيس نمبر تكتب له انت عدد الانترفيس اللي تشتري انت ترسل منها اذا مثلا انقطع اللينك او انقطع مثلا انترفيس او توقف ترسل انت من مكان ايش اخر تمام شو لوجينج بيرويك هنا داخل الجهاز ايش اللوجينج اللي حصل ايش الايفنت اللي حصلت شو لوجينج يعني بيطلع لك بالبفر حق الجهاز لكن لو رحت للجهاز البرنامج اللي داخله اللوجينج في برامج مليانه اهو اسمها ايش سيس طب واحد من ضمن البرامج اسمه ايش عندي كيوي سيس لوك سيرفر برنامج اسمه كيوي سيس لوك سيرفر تمام في برنامج كمان اسمه TFTB هذا TFTB دايمون داخله كمان سيسلوك لاحظوه افتحوه بفتح هذا البرنامج ركز 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 هاو داخله حاجه اسمها سيسلوك دي سي بي تي اف تي بي تي اف تي بي سيرفر تي اف تي بي كلاينت لوك فيور هاو سيسلوك كل شيء هنا يطلع كل البرامج يلا بس هذا الملف هذا البرنامج مستخدم كانه ايش سيرفر لاي مسج تاتي من اي ديفايس نتورك يسجل لي كل ما ممكن يحصل داخل الشبكه حقي الى هذا البرنامج سيسلوك ايش سيرفر تمام بنجربه الان المينتنس الشيء الاخير في الموضوع الفايل سيستم حق الجهاز ايش معك من ملفات داخل الروتر والسويتش ايش الملفات اللي موجوده داخل الروتر والسويتش نظام التشغيل نظام التشغيل لاي او اس كونفيجريشن فايل على الملفات بشكل عام كونفيجريشن فايل دايركتوريز معين اتش تي ام ال فايل فايل سيستم يسموه فايل سيستم يسموه دوت اف اس اف اس فايل سيستم صار ليش فايل سيستم فانت ممكن تعمل ايش شو فايل سيستم بيطلع لك ايش كل الملفات النظام اللي موجوده داخل جهازك من نظام تشغيل ومرفقاته كامل زي ما نسميها احنا عندنا ويندوز سيستم 32 داخل ايش داخل ملفات الانظمه كلها الابلكيشنز والنظام التشغيل كلها صح ممكن تعمل دير
استعرض list the content of the file system. يعني مثلا لو شفت انت فايل معين تشوف محتواه فولدر تشوف ما داخل الفولدر ما تقدر تشوفه بكوماند شو ما تقدر تشوفه الا بكوماند ايش دير دير تجيب لي كل الدايركتوريز اللي معي وتجيب لي داخل الدايركتوري ممكن تجيب لي الفايل الكونتنت حق الفايل هذا مثلا كونتنت فايل ام في لا كونتنت الفايل مثلا حق الستارت اب كونتنت الفايل مثلا حق الرننج كونتنت الفايل حق مثلا الاتش تي ام ال داخل الروتر او سويتش في هذه الفايلات كلها تقدر تشوف انت دايركتوري او دير الكونتنت حقها او تشوف اسماء ايش اسماء فايلات شوف تمام بي دبليو دي هذا الكوماند تتاكد انت في اي دايركتوري موجود يعني مثلا انت قد دخلت للكونفيج فايل او دخلت مثلا لدايركتوري معين في فايل سيستم شو تاكد انت فين بالضبط عشان عندما بتستعرض الان ما بتقدر تستعرض الا داخل هذا الدايركتوري اللي انت فيه يعني مثلا دخلت في الدي هل بتقدر داخل الدي تشوف ملفات السي اطلاقا فعندما تعمل بي دبليو دي في الكوماند في الروتر او سويتش بيرويك انت في اي مكان انت الان في اي دايركتوري انت حتى في الفلاش ولا انت في الانفيرام ولا في الرام ولا في اي ملف داخل الفلاش ولا اي في ملف داخل الانفيرام داخل ايش من دايركتوري انت الان تسمى بي دبليو دي حاسس اسمها ايش ايه بي دبليو دي معناها بيطلع لك ايش الوركينج دايركتوري اسمها بريزنت وركينج دايركتوري بيطلع لك انت الان شغال في اي دايركتوري في اي فولدر انت الان حاليا في اي مكان شيء تغير زي مثلا عندما انت في السي ان دي في السي في مثلا انت في السي ان دي مثلا انت في السي ان دي مثلا انت في السي ان دي انت في الان دايركتوري اتش بي في الفايل في اليوزر في اليوزر اتش بي داخل ايش داخل ملف داخل فولدر يوزر داخل ايش السي ممكن تعمل انت حاجه اسمها ايش سي دي ايش سي دي ومسا سي دي تقريبا ورجع له فين مثلا شيك دايركتوري وعمل تقريبا كذا سي مثلا حاجة مش عارف كيف بالويندوز يعملوها عمل ايش هكذا سبيس سبيس ايوه نقطتين لا في طريقة في طريقة تعمل سي دي تقريبا شوف ايش العلامات لا لا شي شوف اشي شوف انا لا هذا دوت دوت تقريبا في لينكس في لينكس تقريبا في لينكس دوت دوت اشوف خرجنا خرجنا من الدايركتوري رجعنا لليوزر عمل سي دي دوت دوت كمان من جديد رجعنا للسي يعني كانه يقول لك تشينج دايركتوري انت الشيء ترجع الشيء ترجع دايركتوري او تنتقل لدايركتوري معين علشان تبحث داخل هذا الاشياء اللي تشتيها انت هذه كلها اوامر طبعا بالجي او اي هذا خلاص بتنتقل دبل كليك على الفولدر هذا دبل كليك على السي دي هذا خلاص وكانه يدخلك في الدايركتوري اللي تشتيه في الفايل في الفولدر ايش لكن بالكوماندات ما فيش معك الا انك تعمل ايش سي دي change the current directory غير directory انت اللي فيه عن طريق cd وبعدين نقطة او نقطة فوق بعض وسلاش او شيء تغير الدايركتوري معين تنتقل اللي بعد اللي بعد اللي قبلها كذا هذه كلها من الاوامر اللي تستفيد منها فين في الفايل سيستم باك اب اند ريستور تكست تقدر تعمل باك اب او ريستور للعمل اللي عملته عن طريق تكست اديتور زي ما عملنا في التيراتيرب ايش عملنا في التيراتيرب صرنا هناك عملنا ايش لوك وحددنا الفايل اللي نطرح فيه ايش حقنا العمل كله نشي نشوف ما عملناه ونستعيد نروح للدايركتوري اللي نسخنا فيه ونشوف الكونتنت واضح كوبي رننج تو تي اف تي بي او كوبي ستارت اب تو تي اف تي بي امر معروف تنسخ من الرام الى التي اف تي بي او الانفي رام لفين التي اف تي بي بشرط التي اف تي بي ريتشابل يعني في بينج بين الجهاز اللي تشي تعمل له منه كوبي إذا تي اف تي بي في بينج إذا ما فيش بينج يو كان نوت ايش كوبي بس ليش عملت لك كابان نعم كوبي رام ايش المشكلة كوبي هذا السورس وهذا الديستنيشن ملف الرننج إلى تي اف تي بي ملف الستارت اب إلى تي اف تي بي هذا السورس هذا الديستنيشن شو فايل سيستم دير يو اس بي كوبي رننج تو يو اس بي في أي جزء قلنا حديث الآن في معاه منافذ ايش USB تقدر تنسخ مباشرة من الرننج إلى داخلها من الستارت اب إلى داخلها من الفلاش اللي داخل الروتر أو سويتش إلى داخل هذا الـ USB فلاش الخارجي أنا معايا تقريبا فلاش جديد بحاول أشغل الروتر
الكوت الثاني أربعة فلاشات من هنا والله. أدي لك العمدة. هاتوا فلاش هاتوا فلاش. ما بعرف ما تعرف. إيه رجعت والله. ها؟ نشوف الآن عن طريق ال. شوفوا انا التيره موجوده مفتوح بس ما بشوفش الفلاش ما بشوفش اللي يسبي اللي دخل لانه قد الا شافه تمام ممتاز عاد بيشتغل الروتر تمام خليه يشتغل ما يكمل ما نشوف كوبي رانينج تو اس بي العكس كمان نفسها تقدر تعملها كوبي من التي اف تي بي للرننج كوبي من التي اف تي بي للستارت اب كوبي من التي اف تي بي للفلاش او كوبي من اليو اس بي فلاش زيرو الى الفلاش داخل الروتر او كوبي يو اس بي فلاش زيرو او فلاش 1 معك من فدين يو اس بي فلاش زيرو فلاش 1 مثلا الى داخل الرننج الى داخل الستارت اب يس اذا معك منفذين اذا معك تو فلاش واحد ملف بينه وملف الثاني بينه تقدر تنسخ منه زي ما لو ركبت انت فلاشين في الكمبيوتر تقدر تنسخ من الفلاش هذا الفلاش هذا ولا هو نظام تشغيل اصلا داخل نظام تشغيل تتحكم بهذه العمليات كلها زي البي سي زي 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 اللابتوب زي اي واحد يعني ضروري من الفلاشات يعني توصل على هذا لا ما اعتقدش يعني هارد على طول لينا ما بالله يو اس بي فلاش ما اعتقدش ما جربتش بس لو ما جربتش بس يمكن يمشي يمكن يمشي بس ما جربتش صدق ما جربتش من هارد زيزو طيب اهو وانت مش معك هارد وانت مش معك هارد وانت ما بس ولا واحد ينفع التليفون لا لا تلفون طيب أو أنا الآن إيش أنا الآن ما بشوف ولا حاجة صح أنت طري بس لما يمشي معه ال شوف هذا ريح رفع شوي لما يظهر هذا الرسالة إنه قد شاف كل شيء والله يس ضروري ولا إيش يس ضروري يشتي مني يس لا قد فطره يس يعني معناه كده تمام يلا الآن لحظة أظل ما تنتهي الرسالة دي أيوه خلاص يلا تخلي الآن فلاش أي واحد أي مكان يفترض يطلع لي رسالة إنه إيش يو إس بي إنسرت فلاش لا بدون بيطلع لي كده خلاص خلينا نشوف إذا نقدر نعمل كوبي إلى من الرننج مثلا رننج إلى اليو إس بي شوف رننج يو إس بي ما شافوش حق الفلاش ما شافوش ضروري تفرمت حقك ولا عادي انا حتى فلاش انا ركبته مش مفرمت واشتغل انا دخلت مره فلاش بدون فرمته مش معي هذا ما رضيتش تعرف عليه زي ما بعض الحين ايش اللابتوب حقك ما تعرفش على بعض الفلاشات سترى اذا ما تعرفش على هذا تعرف على التليفون الروتينج كيف بدك يا الله ما بعرف فلاش شوف فلاش عندك ما فرمته لا ماشي فرمت شيء جرب عندنا سلطة الفلاش حق مهدي نيتك يا عدنان يا
ما دي كمان ما جابوش كمان ما جابوش على طول يطلع لي يو اس بي انسرت فلاش يو اس بي ريموت فلاش اك عبد الله اهو ها لا اصلا لانه يجب ان تنسخ في هذا الملف ملفات خاصه بالروتر او منه لداخل الروتر تعمل هذه الاعدادات ما فيش انا مره عملت كذا ها وي مره انا بنعمل فرمه الفلاش رحت فرمت مينا والفلاش اللي دخل وصلنا في البدايه طلع فرمت الهارد ديسك حق يجي والله وجلس استعيده شهر احذروا من هذا الموضوع والله انا نبهكم مش راجل شيء والله من جد لانه هذا اصلا طلع هنا في البدايه ما طلعش في اخر القائمه حق الدايركتوري طلع في اول القائمه وانا سرح ذا في اخر القائمه زي ما اقول مره يطلع واعمل بحق الهارد ديسك جي وكان بينه حق الملفات الفيديوهات حق سي سي ان اي كلها من قبل 3 سنين والباك اب اللي كنت اخذه من بعض الكمبيوترات الثانيه دخل زاد عليك المقوط الظاهر ولا ايش؟ ما ادري من كان هذا كم مره انت فاز قصدك لفات يلا شوف ما شاب لا لا ها ممكن طبعا خلينا نشغل الروتر الثاني طيب الان شوف مثلا عندما تعمل انت كوبي قلنا ايش اللي بعد الكوبي يسمى سورس اوف دايركتوري source of directory يعني من فين مصدر الكوبي وبعد السورس مثلا تكتب مثلا على سبيل المثال فلاش زيرو شوف هنا بيطلع لك يو اس بي فلاش زيرو اذا موجود الفلاش قد عرف من ضمن المصادر حق السورس فلاش زيرو مثلا وبعدين هنا الديستنيشن معناها لفين بتنقل انت للاركايف للفلاش 1 للتي اف تي بي للاف تي بي للنال للام في رام للار سي بي لاي مكان ما تنقل انت من السورس الى الديستنيشن اذا شي سورس تي اف تي بي تبدا بالتي اف تي بي اذا شي ديستنيشن تي اف تي بي تنتهي بالتي اف تي بي والعكس اذا شي سورس فلاش تبدا بالفلاش اذا شي ديستنيشن فلاش 1 فلاش 2 مثلا هنا من هذا المنفذ الى هذا المنفذ هذا السلوك هذا السلوك شي تنسخ معي الذاكره هنا نفس الكلام انت كنت تعمل من فلاش 0 الى فلاش 1 هيسمى فلاش زيرو هيسمى فلاش 1 فلاش زيرو يكون فلاش 1 هيسمى فلاش زيرو هيسمى فلاش 1 تنسخ من الفلاش للUSB من الفلاش للUSB نفس الكلام تقدر تعمل هذا الكلام كله هذا ما يخصش المينتنس حق الديفايس باسورد ريكفري في السويتش ربيناكم كيف تعملوا باسورد ريكفري صح؟ زرار الموت طفي رصي خليك ضاغط وبعدين تعمل الكوماند رينيم صح؟ لا انت كنت غايب انت وما ديرك وقد عملناها وصل حتى الدوره وصل الدوره عملناها الريكفر للباسورد في الراوتر تختلف عمليه اسهل بكثير ايش تعمل حتى ولو انت بعيد بالرومون حتى ولو انت بعيد بال 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 بطريقة الريكفر تدخل في الرومون مود كيف تصلي عند الرومون مود طفي الروتر وشغله
واعمل زرار كنترول بريك او كلمه او زرار بريك او كنترول سي في البي سي حقك معناها كت. ايش بيقول لك اثناء ما تعمل بوت؟ طلع لك من ضمن الرسائل حق البوت هنا هي مش موجوده طبعا هنا، قد كنا بدانا في البوت من زمن البدايه. طلع لك هنا اثناء البوت قبلها يقول لك قاطع البوت within 5 سكند، اما انتربت للبوت في خلال 5 ثواني. كيف تعمل؟ عن طريق كنترول سي كنترول بريك او كلمه ايش او زرار بريك بس تقاطع البوت زي ما عندما تعمل في البي سي بي اف 2. هو ما بدا يقلع النظام التشغيل. ريع لحظه ما اشتكش من المكان الصحيح. الشيخ غيرك مثلا تبوت من الفلاش، بوت من السي دي، بوت من الهارد ديسك، بوت من مصدر خارجي من الشبكه. شو تعمل؟ انتربت لمن؟ البوت. نفس الكلام احنا بنعملها في الراوتر علشان ايش؟ علشان ندخل بدون باسورد. هي تقرا صح؟ تعتبر تقرا صح؟ تقدر تحميها. خلي ما يبلع عن دماغك وعن بيتك. ما بلع عن كونسول ويعمل كنترول بريك ما يضرش. في طريقة بعدين الانجينير يقدر يعمل العملية دي. انه يقطع البوت او انه يدخل الباسورد بالريكفر بشرط انه معه باسورد محمي. تمام؟ فالان مثلا انت في الروتر هنا شي تعمل رومون ريلود كونفرت. تمام؟ تدخل في الرومون من اجل ايش؟ اول ما يعمل بوت او قبل ما يعمل بوت بيطلع لك انه اعمل قاطع البوت حق الفلاش بواسطه بريك او كنترول ايش؟ سي. تمام؟ اها شوف رومون انيشلايز ممكن تعمل كنترول بريك او زرار بريك او كنترول اي سي بيطلع لك الان. شوف كومبليت خال بريك لود كومبليت بيطلع لك رساله الان قبل ما يعمل بوت within كذا سكند كنترول سي. باقي حد ناقص اليوم ولا كلكم موجودين؟ عرضيش ليش بعرضيش؟ هاي ريلود معناها طفي للصي. بعض البرامج ما تقدرش تعمل هذا الكلام. انا بفتح بهذا البرنامج اسمه سكيور سي ار تي وعمل نفس الكلام بيمشي. بعض البرامج الشورت كات حقها يتضمن زرار كنترول سي معناها ايش داخل هذا البرنامج غير انك تعمل كوت بات قتل ايش للبرنامج او كنترول بريك. لان بفتح بهذا البرنامج وبتمشي معي زي الحلاوه الان زي تيرا تيرم تسعار سمية مش هذا البوت بكثير احسن من تيرتر. اسمه سكيور سي ار تي. اشبال عندكم تحسن 17. دائما الناشئين يتميزوا في المباراه صح؟ هذا لو عملت كنترول بريك يمشي معك، كنترول سي يمشي معك، بريك واحده تمشي معك. او حتى الباتي. بي يو تي تي واي هذاك البرنامج الثاني، سوبر باتي او باتي يمشي معك. في التيرا تيرم بس ما يمشيش. بقربكم الان بعد ما نكمل خليه يعمل بوت من جديد طلع هذا الكلام. بس قبل ما نجرب نشوف هل الفلاش باي يشتغل بالتيرا ولا لا. لا
خلص شوف كيف طلعت هنا معنا انه اكثر من اتصلت ها عمل كونك جديد ها Would you like, no? عادي حتى تفتح هنا ملف ثاني ملف ثالث ملف رابع تقدر تفتح ملفات عدة هنا مثلا سيريال للكونفيجريشن الروتر الاول الروتر الثاني الروتر الثالث الروتر الرابع تفتح كل الشبكة اللي معاك كلها عن طريق ايش؟ واجهة واحدة نافذة واحدة بدل ما تفتح لكل واحدة برنامج خاص تمام؟ مليح ونص انيبل يلا 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 شوف لا ما غيرت شبكة المرة ولا عملت ولا شيء خليت انا ما هو ربطت الكابل ربطت من هذا الساندس بس ما الاحمر ذاك الاحمر مش طبيعي من معامل هذاك الاحمر الصغير عاد اسمك الذي فرمت يا استاذ لا يا احمر اسمك الذي فرمت ها ها شوفها يو اس بي فلاش 1 هاز بين انسرتد الفلاش الفلاش انتقلت في الكاس مو الثاني ركبته ثاني الاثنين ظهروا الاثنين ها اذا مظلمتنا تعالي ولا ما قرها نجرب شوف الان عملنا كوبي الان كوبي للرننج مثلا او حتى لو معنا مثلا دير يو اس بي USB ها شوف شو USB 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 شو USB incomplete command شو USB بعد الكوبي كنترولر ديفايس شاف معنا ديفايس كنترولر وديفايس ثاني هذا حقكم المحتوى الديفايس اللي حقكم حق الفلاش زيرو والفلاش ون هذا كنترولر الثاني شاف حقه اسمه يو اس بي اسمه فايبر فاير بيرد يو اس بي فلاش درايف سانديسك شاف كل تفاصيله فيرجن حقه كم سيريال نمبر حقه كم شو يو اس بي شو اس بي ايش بعد اليو اس بي كمان بورت 3 كنترولر 3 بعد 3 هات بوت شاف حقه كروزر بلاد صح شركة كروزر الشركة اللي هي المنتجة لهذا الفلاش تمام دير يو اس بي ما بوش دير يو اس بي طيب كوبي الان مثلا كوبي للفلاش اول شيء نعمل دير فلاش اهو محتوى هذا الملف هذا الفلاش الحقيقي حق الروتر ها مش حقكم الفلاش ها بعمل كوبي الفلاش زيرو فلاش زيرو الى اليو اس بي الى اليو اس بي انا ممكن اكتب اليو اس بي فلاش زيرو اليو اس بي فلاش ون عادي بشوف الحلقة فين بينتسخ الفاير نيم اللي بنسخه شو مثلا هذا destination file name في اليو اس بي نفس النيم نسميه error قال لك ايش copying flash zero destination path is identified ما حددتش destination path بالضبط copy للفلاش زيرو الفلاش بس الى فين اليو اس بي ما شافوش ذا لا يفترض انه يشوف يو اس بي هنا يشوف من ضمن المخرجات هنا يو اس بي فلاش زيرو يو اس بي فلاش 1 ها ويمكن ما يشوفها الا اذا قدي مفرمتها فاضيه فرمت كوبي يو اس بي
شوف يو اس بي، شوف يو اس بي الى الفلاش، الى الفلاش زيرو انفارد. ايش انبوت ديتكتور في هذا المكان؟ ما هوش. شوف ايش سمى اسمه، ايش سمى اسمه، لحظه لحظه، ايش سمى عند معمل انزرت، انزرت ايش سمى؟ لا اسمه يو اس بي فلاش 1 و يو اس بي فلاش ايش؟ زيرو صح؟ يو اس بي هوست تاك 6 يو اس بي فلاش ريدي تيست تايم، فلاش ريدي تيست تايم اوفر 2 سكند، قرأه في خلال ثانيتين يقول لك. طيب يو اس بي فلاش زيرو، يو اس بي فلاش زيرو. طيب كوبي فلاش، فلاش فلاش زيرو، فلاش 1 او فلاش بس، تعمل له كذا فلاش الى يو اس بي فلاش زيرو. تمام سميه كذا، نسخه الان الى اليو اس بي فلاش زيرو، اسمه كذا. طيب بنسخ له نظام تشغيل، نسخ له نظام تشغيل دير فلاش، باخذ وقت طبعا اكثر. اعمل له من جديد، من جديد كوبي الى اليو اس بي فلاش زيرو، اقول له هذا النيم، هذا نظام تشغيل. تمام اهو ايش بسميه في هذا المكان، سميه بنفس الاسم. ما نسخوش ليش؟ الى اليو اس بي فلاش 1 مثلا سنيم الفايل، الديستنيشن فايل نيم، وش تي فولدر، وش تي فولدر، وش تي فولدر داخله، وش تي فولدر اذا في معك فولدر داخله ما بيقدرش يسخرك كذا. اقول لك وش تي داخل فولدر معين داخل فلاش، يعني يكون يا اما فاضي علشان تنسخ له هذا النيم تماما، او انك تحدد له دايركتوري داخل فلاش مثلا فولدر بهذا الشكل مثلا على سبيل المثال كذا بسميه. الا تقدر تنشئ، الا تقدر تنشئ حاجه اسمها، حاجه اسمها ميك دايركتوري، حاجه اسمها ام كي دير، ام كي دايركتوري، تنشئ دايركتوري داخل فين، تنشئ دايركتوري هذا فلاش زيرو فلاش 1 فلاش بس، ماش داخل اليو اس بي، ما تقدر تنشئ فلاش دايركتوري فولدر داخل فلاش حقك. بس يا ساتر انت، هات لي واحد من فلاشات، هات واحد من فلاشات بس قصدي اذا نسخت يعني، هات واحد من فلاشات اللي تحت، اللي تحت فلاش زيرو، فلاش زيرو ماشي فرمش، مش فرمش، تنشئ دايركتوري بس داخله، تنشئ دايركتوري داخله باسم، باسم مثلا معين، وبعدين انسخ له داخل هذاك الفايل نيم الدايركتوري اللي اشتيه. شوف هذا ريموفا اليو اس بي ايش؟ نزعت، نزعت من هنا. طيب اهو بنشئ دايركتوري في الفلاش. الله ما يكفيش، ما يكفيش. هذا الثاني الفلاش حق 100 ميجا حجمه، هذا بعد ما حد اقنعك الا 85 ميجا بس حجمه، ذا حق عمر ولا حق اهو. فبنشئ هنا دايركتوري مثلا نيو فولدر، نسميه مثلا سي سي ان اي. تمام دايركتوري اسمه سي سي ان اي، بننسخ الى داخل الدايركتوري اللي اسمه ايش؟ اللي اسمه سي سي ان اي 1 ولا 0؟ بيظهر لي، بيظهر عندي يعني، بيظهر بيظهر ركب ركب مكان بيظهر. خلاص يو اس بي 1، يو اس بي فلاش 1. تمام كوبي فلاش الى اليو اس بي فلاش 1. تمام هذا اسم الملف، ديستنيشن نيم اسمه ايش؟ ديستنيشن نيم. نسخ الملف هذا الى داخل الفولدر اسمه ايش؟ سي سي ان اي. في دايركتوري معاه اسمه ايش؟ سي سي ان اي. عندما يفتح لك يصير لك هكذا بدون اي ملف فولدر، شرط انه يكون ايش؟ فاضي. اذا ما هوش فاضي داخل اي فولدرز ضروري تحدد ايش الفولدر اللي بتنسخ فيه الفايل، الفايل الحقيقي. رايت؟ ايوه علشان يقول لك بعد عندما تشير تعمل ريكفر جيب له الدايركتوري اللي بتنسخه منه. تمام؟ خلينا ما يكمل، نكمل هنا. قلنا الريكفر رومون مود، الرومون مود هذا ما بياخذش كثير تقريبا، الا ياخذ كثير. فنقلب هذا المكان الثاني هو بينزل، الا بيظل ينسخ، بيظل ينسخ، بيظل ينسخ. لا اشتري ينسخ من هنا من الكمبيوتر الثاني.
خلينا انا نفسراش شبك الثانية ذا كنصر الثاني هذا المكان علشان نعمل ذاك الحركة قلنا اللي حتى حتى الركض ركزوا على الموضوع هذا هو يعني يخليك محترف في مجال النقل نفتح دايركت ثاني كونكت ثاني كمل تقريبا كمل لكن عادي بنفتح بنشوف واحده ثانيه اللي هو 18 هذا اللي دخلناه الان ركبناه بنفتح نشوف صفحه ثانيه هذا الصفحه الاولى حق الروتر الاول هذا الصفحه حق الروتر الثاني تمام انيبل قلنا انيبل لنفترض ان احنا عملنا كونفيك ترمينال انيبل سيكريت لا هو ما يشيش فراغة بس ما يشيش فراغة ولا عادي لو وصلت عادي انفالد لين تخلك ماست كونتين A1 إلى 25 من 1 إلى 25 النقطة تنفع هذا باسورد الآن حتى الاسبيسور باسورد صح؟ أنا بعدين جيت أنا عملت دو دبليو آر وجيت خرجت بالصدفة أو عملت أي شيء ما جيت خل ما هو ما مش قادر تمام؟ بلدنج اهو عملت اكزت تعال انيبل لو سمحت ما انا جاري تمام ايش يسوي قلنا تعمل كوماند اسمه لوجن بلوك كم عدد المحاولات الفاشله يعني يغلق عليك لمده كم اذا عملت عدد محاولات فاشله في كوماند شرحناه يوم سحبت الكوماند. أمزح. بس سينوان هذا كمان. لوجين بلوك. شوف الآن. طبقناه كمان. بس سينوان. أنت ما طبقت. الآن بعمل ريسيت. بعمل من هنا. اسمه. طفينا السنة علشان نعمل له انترابت. ندخله في الرومون. خليه يعمل باي باس كده كنترول سي او كنترول بريك او بريك واحدة شوف وصلنا لفين رومون يعني ايش معنى ايش انت الان في الروم في الميني اي او اس الصغير اللي في الروم مش قلنا في الفلاش الاي او اس اما انه يكون في فلاش او تي اف تي بي او يو اس بي او اذا ما مش مرة ما بيقول لك خلاص حرم عليك الروتر في بعض الكوماندات اللي موجودة في الروم أنا الآن دخلت في حاجة اسمها روم مونيتور روم إيش؟ مونيتور في الروم مونيتور في الكوماندات اللي ممكن عن طريقة نعمل أبجريد للآي أو إس نقدر نعمل ريكفر للباسورد نقدر نعمل بوت من مكان ثاني لو عملنا هنا حتى دير فلاش مثلا في بعض الأوامر موجودة شو إيش الأوامر اللي موجودة معنا هنا؟ هذه بس هذا الأوامر بس مش بحكي هذا الأوامر في الروم مش بحكي أكثر من كده تقدر تعمل انت دير فلاش مثلا شوف ظهر لي ايش الملفات اللي داخل الفلاش في معايا ملف اسمه عادل هذا الملف 1900 هذا ملف نفس الملف سي ممكن اعمل له بوت الان من هذا او بوت من هذا مثلا اثناء ما انزل لايسنس جديد او ابجريد جديد لنظام تشغيل اجي اطرحه في الفلاش او دي اس بي فلاش واعمل له بوت منه واجربه من البدايه بدون ما الغي الاول لا الغي الاول ولا اعمل له شيء خليه على ما بوت من الثاني اول ما اشوف انه عمله تمام ما فيش اي مشاكل فيه خلاص عمل الاول ايش الغاء ما حجز ليش حيز من الذاكره كبير وكان معك الان باك اب للاي او اس داخل فلاش اثنين اي او اس لو تعطل واحد الثاني ايش موجود طيب انت الان تشتري باسورد فقط ما لكش داخل الاي او اس شو تعمل ايش في كوماند اسمه كونفريج طيب في حاجه اسمها كونفيج ريجستر شفتوه يمكن في شوفل يعني شوفل ثاني هذا شوفل فيرجن يطلع لك خصائص الجهاز قلنا صح شوفل فيرجن كم الرام كم الفلاش كم الدريم كم هذا اللي معك
في ما حاجة اسمها شنو تحت configuration register. الرقم هذا يعني انه الاعدادات روح من الرام 0x2142 هذه 4 معناها بايباس الكونفيج فايل and start running يعني لا تروح تجيب الاعدادات اللي في الام دي رام روح على طول الرام ليش ما تروحش الام دي رام لان الام دي رام بينها باسورد بينها سيتنج بينها اعدادات ما تحافظ لها ما تجربها مش معنى انك حذفت الاعدادات لورا لا كان قلت له اجنور الموضوع الصح في هذا الموضوع شوف شوف مثلا لو شفنا شو ستارت اب شو ستارت اب في اي بي في كوماندات في اعدادات صح بينما هو دخل بدون ايش بدون اي اعداد خلوا ادخل بدون اي سيتنج يفترض ان نعمل ايش كونفيج او كونفيج ريجستر في هذا المكان طبعا في الروم الثاني عفوا في هذا المكان وانت في الروم تعمل حاجه اسمها ايش كونفيج اختصار لكونفيج ريجستر تعمل 0x2142 هذه عباره عن هكساديسيمال هذا ارقام هكساديسيمال هذا 4 بت وهذا 4 بت وهذا 4 بت وهذا 4 بت اذا غيرنا يعني عدد المحاولات 16 بت 16 يعطينا 65536 اوبشن في منها ما اوبشن خاصه بالفلاش في اوبشن خاصه بالانفيرال في اوبشن خاصه بالكونسول والاوكسلري في اوبشن خاصه بالريكفري الباسورد اليوزر نيم هذا الرقم 0x2102 او 0 معناها نقول start up from NVRAM 0x2100 هذا فيما يخص boot from ROM 02x2101 boot from مثلاً من الفلاش حاجة اسمها initial mode كده خيارات عندهم هذا الأهم في الموضوع ليش تعمل ريكفري الباسورد حتى هذا الرقم 0x2142 هذا الرقم ثابت ممكن تغير فيها بس اوبشنز كثيره مش خاصه بالمبرمج ولا هذه حقهم الصبر في لها خيارات اوبشنز كثيره الرقم هنا 00 الى حد FF 255 اختيار 255 اوبشن هذا الرقم اللي عملته شوف بنعمل الان عملنا صح ايش قال بعدين قال ايش عمل ريست عمل ايش كوماند ريست ريست يعمل بوت بدون ايش بدون ما يحدث الكونفيجريشن الاول تمام فانا اعدل بعدين بالباسورد ندخل بدون باسورد بعد ما اعدل الباسورد نستحضر حتى ايش اعدادات الاوله ونشتغل بها طبيعي هذا اسمها ريكفر ايش ما هي الكونفيجريشن الى 0x2142 بعدين ميك تشينج تو ذا اوريجينال ستارت اب غير الاعدادات اللي موجوده بالستارت اب باسورد عشان نستيا سيف ذا نيو احفظ الاعدادات الجديده موضوع بسيط ولا خلينا ما يكمل انظمه التشغيل حق سيسكو 15 بالتحديد اول ما بدا النظام التشغيل بتاع 15 كان في معهم سابقا لكل سيرفيس نظام تشغيل خاص يعني مثلا شيء نظام تشغيل خاص بالفويس اي او اس خاص بالفويس اي او اس خاص بالسكيورتي اي او اس خاص بالداتا اي او اس خاص بالسيرفر بتاع
لكل اي او اس معهم او لكل سيرفيس اي او اس خاصهم، او تشتري كوكتيل من الاي او اس اللي بينهم مثلا فويس وسكيورتي وداتا وتعبش. الان بعد تحديث النظام 90 الى 15 جابوا حاجه اسمها اي بي بيز اي او اس عام، تقدر تضيف له اوبشن زي ما تشتري سيرفيس تشتريه شراء، تشتري سيرفيس حق اللايسنس حق الفويس تشتريها وتضيفها في هذا النظام، لايسنس حق السكيورتي تشتريها وتضيفها في هذا النظام، لايسنس حق مثلا الداتا او سيرفيس بروفايدر تضيفها في هذا المكان. تقدر تضيف لحد كم تقريبا معانا هنا؟ هنا وحدات الذكرات اربع وباقي ست سبع اوبشنز. الاول ايش هو؟ هذا فيما يخص السكيورتي، اذا شيء تخلي حقق الجهاز فاير وول يدعم ايش؟ الاس اس ال والفاير وول والفي بي ان والدايناميك في بي ان والاي بي اس والجيت والفي بي ان اي بي سيك. هذه من اصدارات 1900 و1903 روترات من هذا النوع. اليونيفايد كوميونيكيشن هذا اذا شيء تخلي حقق الروتر فويس كوميونيكيشن، تخليه حاجه اسمها جيت واي فويس جيت واي، حاجه اسمها سي او بي اللي هو سنجل او ريموت جيت واي للفويس كوميونيكيشن للاتصالات الفويس اوفر اي بي، اس ار تي اللي هو عباره عن ريموت كلاينت اللي ما يخص الجيت واي. اذا معك مثلا هذا الروتر في فرع تعز، هذا الروتر مثلا في فرع عدن، هذا الروتر في فرع مثلا الحديده، كنت تخليه ايش؟ اس ار اس تي، هذا اللي هو عباره عن كلاينت للفويس جيت واي. السيرفر مثلا تخليه بصنعاء، تخليه كده، تخليه مثلا سي يو سي ام، حاجه اسمها سي يو سي ام، تنزل له برنامج الكول مانجر، يسمى الكول مانجر، ويدير المكالمات ما بين هذه الفروع باشتراك الانترنت، ويتواصل بينه وبين عن طريق الانترنت. شي تخلي الداتا كوميونيكيشن ام بي ال اس ار اس اف بي لاير 2 في بي ان، لاير 2 في بي ان فيرجن 3 اي بي سلا، كثير من السيرفيس تضيف لها كذا. في معك ادفانس، هذه كلها ادفانس سكيورتي، ادفانس يونيفايد كوميونيكيشن، ادفانس ايش؟ سيرفيس بروفايدر او داتا. معك الان سبعه لايسنس تقدر تضيفها انت الى داخل حقك الراوتر، كل واحد بايش؟ بقيمته. مثلا انا هنا في الشوينه، شوف دخلني بايش؟ بدون اعدادات، ها؟ ما اعترفش من الباسورد حق الانيبل هذاك الملخبط، لكن ما احتلفش. خليني بعد ما اشوف انه هنا، بعد ما اشوف انه ايش يطلع لك. شوف هنا شو فيرجن ايش يطلع لنا؟ اهي هذا الروتر يدعم اي بي بيز سكيورتي يو سي داتا موجوده. الاول بيرمننت اللي ياتي باي ديفولت مع الروتر السيرفيس هذه، الثانيه عملتها انا اضفتها ايفالويشن لمده 60 يوم وما احتذفتش. ليش ما احتذفتش؟ ليش ما غلقهاش؟ لانه ماش مربوط بالشبكه، ماش مربوط بالانترنت، هو عباره عن تعليم. لو مربوط بالشبكه والانترنت بيكتشفوا، زي ما عندما تشتغل انت الويندوز بدون تحديث ولا مربوط بالشبكه ولا تشتغل عذاب لا يقول لك شيء، لكن لو ارتبط بالشبكه واكتشفت مايكروسوفت انك ماوش لايسنس، قال لك نجينيان هذا ماوش مرخص، ماوش طب ماوش حقيقي، ماوش مستخلص لي، صح؟ نفس الكلام هنا، انا عملته كايفالويشن ايفالويشن ايفالويت رايت تو يوز، استخدم لي هذا كنسخه تجريبيه او كديمو، استخدمها وظلت قد لا يمكن حوالي 5 شهور، مع انه افترض لك شهرين بس، لكن لو انا شهرين ومركب حقيقه في الشبكه وكون انترنت في كونكتنج من الانترنت لبين هذا الروتر، والله سيسكو تعرف، سيسكو داري تعرف اني شيء تبيع لك، اقول لك تعمل لك حقك، اقول لك جرب 60 يوم اقتنعت به تعال اشتري، ما اقتنعت بحذف لك. لكن لو انت شبكه داخليه ما انت مرتبط بالانترنت عادي تقدر تستخدم السيرفيس هذه على طول، تمام؟ فهنا اذا ما فيش فيه هذا الاي اس طلع كده فاضي، نوت يوز. تقدر تضيف سيرفيس عن طريق انستول فايل من الانترنت تعمل له ديمو، او انستول فايل اللي هو بيرمننت اذا كان ايش بشكل دائم، هذا تشتري بايش؟ بفلوس. فهذا يسمى يونيفرسال كي 9 ايمج اللي تعتبر النسخه الذي تعتبر الاصليه. وبعدين معك حاجه اسمها ايش؟ يونيفايد 9 ان بي اي ايمج اللي عباره عن نسخه قلنا ايش؟ التجريبيه. في معك بعدين الباكيج اللي ممكن تنزلها انت حق الاي بي بيس، حق الداتا، حق الفويس، حق السكيورتي، حق اي واحد من اللايسنس اللي ممكن تشتريه انت. ار
are activated through license. اشتريها بفلوس ليست مجانية. طبعا لو قرأت انت حق الاي او اس سي 1900 مثلا او سي 1900 في معها حاجة اسمها universal key معناها الايمج ديزاينيشن اللي هو التصميم او اسم الاسم الاسم المنتج حق سيسكو. وبعدين ام زد ام زد معناها انها موجوده في الميموري ممكن تحصل لها ديكمبريس الميموري. وهي زد زد معناها على انها الان نسخه مضغوطه تمام. اس بي اي معناها ديجيتال سيجنتشر ايدنتيكيتر زي التوقيع الرقمي في حقهم النظام. لا يمكن يسرق هذا النظام ويوضع في جهاز اخر. معنى حاجه اسمها سيجنتشر ايش؟ ديجيتال سيجنتشر توقيع رقمي عليه. يعني في اكواد داخلها ناخذ واحد يفكها ويطرحها في جهاز ايش؟ اخر. بعدين هذا الاصدار رقم كم؟ 15.2. وبعدين الاربعه معناها نيو ريليز فيتشرز اضافوا فيتشر جديده طبعا 4 و5 و6 و7 و8 الى حتى 15 مطلع. بعدين يقلب فيرجن 15.3 وبعدين منه فيتشر فيتشر فيتشر. بعدين يقلب 15.4 15.5 هكذا. قد وصلوا تقريبا ل 15.4 بس ما قد عدوهاش يمكن. وبعدين هنا ام 3 نظرا ام 3 معناها ايش؟ اكستندد مينتنس ريليز بعض الاضافات فيما يخص ايش؟ الصيانه يعني زي الاصلاحات في نظام التشغيل. نظام التشغيل يعني معدل او نظام تشغيل فيه مينتنس تولز وفي اديتنج تقدر تعمل فيه انت ايش؟ تعديل. باينري معناها ايش؟ الفورمات حقه الفورمات. فاذا الشيء تعمل اصدار او تجيب هذا الفايل من مكان ثاني قبل ما نشوفه نشوف اول شيء ايش؟ كيف نعمل باك اب؟ قلنا باك اب لوكيشن فور اي او اس ايمج اند كونفجريشن فايل تي اف تي بي هذا باك اب لوكيشن. يعني الشيء تعمل انت كوبي من داخل الروتر او سويتش الى داخل تي اف تي بي تعمل كوبي فلاش الى فين؟ الى تي اف تي بي. الان شوف لو نسخنا اتي ار فايل الفلاش بشوف الملف داخله موجود جاهز باك اب نسخة عيد الآن جاهزة صح ولا لا؟ اهو داخل ملف اسمه سي سي ان ايه فيها ملف ايش؟ فيها ملف الاي او اس حق سيسكو داخل هذا المكان في معايا سي سي ان ايه. وين جا؟ وين جا؟ وين جا يا ولد؟ وين جا؟ سي سي ان ايه زيرو بايت. اشوف لحظه اشوف لحظه مشو لحظه لحظه شو فلاش اوه بدي لي الفايلات كلها ماشي دير بس دير فلاش او نسخها داخل فلاش نفسه سيسيني عمل دايركتري داخل الفلاش نفسه. انا كتبت له اس بي فلاش صح ولا لا؟ اسكار عدنان هاتت فرمته ما تحتاجش هاتت فرمته ابو اي شو؟ اي بعد؟ عن بعد ايش؟ لا فين ما تنسخ الفلاش عندك؟ ما فيش ضروري يكون عرضه في الاس بي كيف عن بعد؟ من انا نسخت عن طريق التي في تي بي عن بعد تقدر مش اللي في كابل بي سي كابل شبكه انا في صنعاء والروتر في عدن ولا في المحرة ولا في بنج بين الروتر وبيني اقدر اعمل كوبي من داخل ولا داخل حق البي سي اللي في الفلاش داخل البي سي امشي في بنج امشي في ريتشبل عبد الله مش قصدك قصدك من الفلاش بالكمبيوتر نسخ لها عندك الكمبيوتر لا 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 البي سي قصده البي سي مباشرة البي سي نعم الا ريح هذه احنا ما دخلناش الان في هذا الفلاش ولا في هذا في الترمينال اهو انيبل شو ستارت اب لا الباسورد اللي كان مشفر ما انا حافظ له لكن انا دخلت بدون باسورد صح ولا لا
ايش بسوي الان؟ كوبي ستارت اب اللي موجود داخل الاعدادات بينه الى الرننج، تمام؟ جبت الاعدادات اللي موجوده كامل وعدل بعدين، غير باسورد اغيره اعمل ايش؟ شوف ها بدون باسورد، ها شوف ايش حصل. بنعمل انا كونفج، نعمل ايش؟ انيبل سيكريت سيسكو باسورد معروف دو دبليو ار، ما تاتش كوبي هو نفسه دو دبليو ار. تجي بعدين تغير ايش؟ تجي تغير حاجه اسمها ايش؟ لحظه كونفج كونفج قلنا ايش؟ ريجستر علشان نرجع الرقم الطبيعي 0x2102 رجعه، لانه لو عملنا الان لو عملنا قبل هذا الكوماند دو شو فيرجن ايش موجود معي؟ 0x2142 انا ما اشتهيش تظل كل مره يصير يقلع لي من الرام، ما راحش يجيب لي الاعدادات اللي في الام في رام. لكن لو قلت له كذا سوري كونفيج ريجستر 0x2102 02، شوف الان يقول لك ما بيتعدل هذا الا مع الـ مع النيكست ريبوت اهو. الان قدو 0 اهو، قدو الان 0x2102 صح ولا لا؟ بس يقول لك ويل بي هذا at next reload بعد ما تعمل انت ايش؟ وبعد ما نعمل الان ريلود دبليو ار، بعد ما نعمل ريلود اهو ريلود نعمل له ريلود الان، بيدخل لي بيطلب مني باسورد اللي كتبته انا سيسكو اهو. صحيح او ريست من بعد، واذا عملت ريست من بعد وانقطع اللينك بينك وبينه ما عاد تقدر تعمله يعني كنترول بريك ولا تدخل في الرومان، ما تقدر. ما هو ما تعملش كنترول بريك الا اثناء ما يعمل بوت، اثناء ما يظهر لك الرساله حق الديكومبرس، مش تعمل قبل، ما تعملش قبل. فاذا فصلت طفيت الروتر من بعيد، انت ممكن تعمل طفي الروتر من بعيد وانا حتى تلنت، بس كيف تقدر تعمل له كنترول بريك؟ انما فصلت انت عملت ريلود معناه انه فصلت السيشن حق التلنت حقك تماما، ما تقدرش تعمل تلنت ولا بينج ولا شغل وطافي، فبيخرج منك ضروري تعملها وانت جنب من؟ جنب الروتر. هذه من السكيورتي. طبعا تقدر تعمل الحركه هذه تغلقها بس ما تعملوهاش انت هنا، تعملها في الواقع معك باك اب باسورد باك اب لكل شيء، لانه اذا لغيتها وما اعطيتهاش لحد معناه انه ما حد يقدر يكسر الباسورد ولا حد يقدر يدخل الا بالاعدادات اللي انت عاملها انت، ضروري يكون في معك ريكفر ليش؟ للباسورد. بنشوف الان في كوماند اسمه سيرفيس باسورد انكربشن ولا لا؟ في حاجه اسمها سيرفيس باسورد ريكفري، ممنوع تقدر تعمل باسورد ايش؟ ريكفري، فهي اساسا نو سيرفيس باسورد ريكفري باي ديفولت، باسورد ريكفري ديسيبل معناها انه عادي، عفوا انيبل معناها انك تقدر تعمل باسورد ريكفري، لكن لو هي ديسيبل روح لا كنترول بريك ولا تتتت ولا زي ولا تقدر تعمل اي حاجه. هو ده شغال الشرط جنب الروتر، مش انك موصل الكونسول بالروتر ما فيش، لو فصل لو طفي من عدد اشتغل تلنت خرج السجلة دي، ما لو وصلت انت تلنت انت لو انت عامل بينج والطفي الروتر يعني كل الانترفيس اصلا له داون، من فين بدخل تلنت يا مهدي؟ تمام؟ انت تربط فين؟ في اللي طفيته ولا صيته ولا في الثاني ده؟ فين تربط؟ فين ربط الفلاش؟ ما عاد الفلاش موجود الحين. يلا. بس ركبنا لك ذاكرة فلاش. ركبها. ركبنا لك ذاكرة فلاش. فين كان المفروض الأول؟ في كان هنا ولا كان في الثاني؟ هنا. كان هنا ولا هنا؟ أه صح. آه دير فلاش. قال لك ما بحد بعت الفلاش؟ لا كوبي من الفلاش إلى
نسمي USB Flash 1. هذا اسم الملف. نفسه. الفايل نيم اللي في USB. هاي بسميه. بسميه نفس الاسم. Opening error. Opening error. Copy error. Destination path is identical. إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى identical؟ Copy flash إلى flash zero إلى flash one. وبعدين سميت أنت source file. أهو. وبعدين في the USB flash one destination file name في the USB flash one. سمينا إيش؟ فينسخه الى داخل عدنان في USB flash 1 خلاص اعتبره منسوخ لا لا في 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 ما شافش الاس بي لا 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 وقت العمل وقت العملي طيب قلنا كوبي من السورس من الديستنيشن يا السورس من داخل الروتر الى خارج يا السورس من خارج الروتر لفين لداخل واضح طيب بوت سيستم اذا معك اكثر من فايل اذا معك اكثر من نظام تشغيل داخل الجهاز ما فيش معك خيارات يقول لك الروتر اختار من ولا تو قرر تعمل له انت سيكونس يختار من على اساس مثلا مثلا الان عندما معي داخل الروتر حقي هذا او شو او دير فلاش معي نظام التشغيل الاول اللي اسمه هذا معي نظام التشغيل اللي اسمه هذا اثنين نظام تشغيل انا اشياء يبوت من اشياء يبوت من اي واحد منهم ممكن اكتب له انا ايش حاجه اسمها كونفتي بوت سيستم من الفلاش نقطتين فوق بعض وسمي هذا سي سي ان يطلع من الملف اللي اسمه سي سي ان طيب هذا الخيار الاول خليه كذا الخيار الاول هذا الخيار الاول اطلع من هذا عملت انتر عمل بوت نفس الكلام بوت سيستم من الفلاش من مصدر ثاني اللي هو من اسمه بوت فلاش من مصدر اخر من تي اف تي بي اذا معك يو اس بي عده مصادر على اساس انه ايش اول ما يبدا يدور في اول ريسورس في اول فايل ما حصلوش انتقل الثاني ما حصلوش انتقل الثالث ما حصلوش انتقل الرابع زي خيارات حق الاف 2 خيارات الاف 2 ايش اول شيء قلنا الهارد ديسك وبعدين السي دي دي في دي وبعدين يو اس بي وبعدين النتورك عده خيارات تدور فيها عن ايش يظل تقريبا حوالي 60 ثانيه يبحث عن المصدر من السورس الاول اذا ما حصلوش تقل الثاني إذا ما حصلوش تقل الثالث إذا ما حصلوش تقل الرابع تمام فهذا الفعل هذا موجود معي في الفلاش مثلا ودور في USB العادي حق في الفلاش الحقيقية ما حصلش يرجع دور فين في USB إذا ما حصلش في USB دور في TFTP إذا ما حصلش في TFTP دور في ROM علشان ما يفقد الاتصال بإيش بالشبكة ولا يقدر ولا يتوقف عمل هذا الروتر بالكامل عمل اللايسنس أو شراء اللايسنس قال لك روح اول شيء الى موقع سيسكو برش ذا سوفت وير باكج اور فيتشرز تو انستول ابصر معي اللايسنس اللي اشتريت شي سكيورتي قلنا يو سي داتا اي بي ادفانس انتربرايز ايش الفايل اللي تشتري بعدين ادفع حقهم اسمه بيجيب لك بيطلب منك باك نمبر اند يو اي دي يو دي اي هذا هو في الشو فيرجن في شو فيرجن بيقول لك ما هو الجهاز اللي معك ما هو السيري نمبر حقه اهي
تجيب له هذه في المعطيات اللي طلبتها انت علشان تاكد السيريال نمبر هذا من جهاز موجود من حقه الاجهزه اللي باعها لك ولا لا، من ضمن الاجهزه حقه الداتابيز ولا لا، والبيع برودكت اي دي هذا موديله، هذا حقه السيريال نمبر. يطلب منك هذا اثناء ما تقول له اشتري منك لايسنس، وبعدين بعد ما تنزلها شو لايسنس يو دي اي بتشوف انه فعلا نزل لك يعني ما هي اللايسنس اللي بتنزلها، وبعدين تعمل انستول لايسنس انستول وتكتب له الملف اللي نزلته انت في الدايركتوري اللي معك في اليو اس بي فلاش في الفلاش، وبعدين تعمل ريلود علشان ايش؟ يبدا يعمل بوت باخر لايسنس موجوده معك، باخر زي ما عند ما يعمل جهازك ابديت، مش بعد ما يكمل الابديت يقول لك ريلود علشان يطبق الابديت، يعمل ابلاي الابديت ولا لا؟ نفس الكلام فين؟ الراوتر. شو لايسنس؟ لايسنس اكسبت لو تشتري خلاص اقبل لي هذا اليوزر اجريمنت. لايسنس بوت موديل ايش اللي تشتري موديل ايش؟ موديل قلنا الموديل اليو سي، موديل السكيورتي، موديل الداتا، موديل اي شيء. تكنولوجي باكج تديله انت حقها سيف. شو تبغى تبعدها؟ نو لايسنس. شو تشيل زي ما عندما تقل في الابديت حق الويندوز بعض الفايلات تقول له ايش؟ امسحها لي مش ايش؟ ممكن تمسحها على سلك تشغل لا ايش بدون هذا السيرفس، بعدين تقدر تضيفها هي موجوده مع خلاص تقدر تضغط. بعض الاحيان ثقلت على الرام حقك الذاكره قديم مليان. شلت انت منه بعض الابديت علشان ايش؟ اشتغل به ابديت ايش؟ اقل. ذاتس ات. تشوف هنا الثاني هذا ايش حصل له؟ شوف انيبل طلب من ايش؟ اسود. ليش قلنا؟ ريكفر الباسورد، عملنا الباسورد ريكفر صح؟ الثاني كمان هذا ضروري من حيث حق الموضوع هذا. كونفيج ريجستر. كونفيج ريجستر 0x2102. ها؟ شو فيرجن؟ دو شو فيرجن؟ نعم دو شو فيرجن. شوف هنا ميزته انه يكمل حتى الكوماندات. يكمل الكوماندات وانت في مكان غير صحيح. في الراوتر حقيقي لكن في الباكت الرسالة. والبي سوف تكون بعد بس ايش؟ بعد الريلود صح؟ طيب اشتي انا منكم ايش تعملوا اليوم؟ لا مش اليوم مش اليوم بالبيت يعني. اين المساحة؟ رجعت اليوم؟ ما استعملوش اخذنا او Gracias.
الشبكة عارفة تكون 190 أو 192 بال 168 دوت إكس دوت صفر. الإكس بتمثل رقم البيان. الإكس ساري بيلان أي دي. بيلان نمبر. يعني دوت 10 بيكون البيلان 10. فالبي سي بي بيكون حق البيلان كلها. بي سي بي بيلان. البيلان كلها هنا. تمام؟ تمام؟ الراوت دي انت حقها فين؟ الصب انترفيس راوتين هنا هذا هذا ما يحتاج سبب انترفيس هذا هو الديفرين ماشي واحدة صح؟ وين؟ هنا ما يكون الانترفيس هنا مبين كلها الثلاثة دي 10 20 كاب وثلاثة يكون سبب انترفيس هنا جربوا عليها أوكي. اليوم وبكره جربوا عليها وبكره طبعا تطبقوا لها بحق هذا حق الموضوع حق الموضوع حق السلطه لا مش تطبقوا لها اليوم في الشطر في الكورس تمام بس طبقوا على اليوم بكره بعد بكره باثنين نراجع معاكم ايش عملتوا هذا اشتغلوا زي الاكتيفيتي بالبيت تراجع فيه كل سي سي دي اكسس كنترول ليست بيلان 10 كانت كومونيكيت للويب والخارج الاس بي ان في لان 20 كانت كومونيكيت للفي لان 40 تمام في لان 10 فيلان طبعا راتين للويب الويب الذي يرى اي سي بي صحيح ان شاء الله تمام راتين 30 40 فيلان 40 طبعا نروح الاكس معناها فقط هذا الشيء كل شيء ثاني مش مهم نروح الاكس معناها فقط ممنوع وصول الويب بقيه الاشياء غير مسموحه يعني 10 تصير في هذا تصل بالبقية كله وهذا مثل ما فيش 20 هذا بالبعيد بس في ناس راتين في ناس راتين تصل بالمتصل بس يعني ما تصل بالبقية خالص تمام يعني صح يعني هذا بس بقية لا مدينة مفهوم الصح يعني إيش يعني برمج تتصل تصل بالبقية هذا الوين هذه تصل بالبقية بس أي شيء ثاني ماشي لا بالعشرين ولا لا بال 20 ولا بالعشرة ولا بالبعيد ما تتصل إلا وين وين بس بس ما تصير في حاجة ثانية. تمام؟ الناس هنا النات بس هنا بس. لأنه هذا هو يعني فقط تسمح في النات. النات ترجم فقط البيران ايش؟ كلها بس. على أساس أنه إذا ترجمت بس تدخل الأمور ضمن. إذا ما ترجمتش فتطلع ايش لو كان داخل صح؟ بدو نات تي تي بي سيستم سبب هل يعبر بالقص راكس كنترول ليست نات سيكيورتي اس اس اتش تمنت هذا كان كل القصص كل شيء صح خلاص احنا مش جايين نقول على الترتو كان شغال ستاندرد بلا يا سلام على هذا السؤال يا سلام يا سلام طالما غيراتك اذا ما بقدر اقسم لاي سبب الشيء يا سلام بدك تعمل عن دي سي بيقول لا يسمح لي. دي سي بيقول لا يسمح لي. يا سلام. لو ما هي رمش بالبيلان على دي سي بي. يا سلام. ده أربعة. دي سي بي بالحرف دي. ماشي. بس ده لو حتى لو ما عدلش. حتى لو ما عدلش. أوكي بس أنا طبقت بس أنا طبقت دي سي بي ما أعرف إيش هو. أنا
ايش الفيدباك حقكم وبعدين برجع اقرر ايش اسوي. ما توقعوش ان انا احلها لكم. ايش تبي تحلها بنفسك؟ انا بعطيه مساعده فقط. انا ما هوش مجرد استبعاد. هذا مجرد ريفيو للسي سي ان اي توكال. كان مراجعة مراجعة تراجع كل شيء تراجع كل السي سي ان اي توكال بالكامل من اول شيء لاخر. والله مصاب يا استاذ. هي مش مجرد استبعاد. انا ممكن اجيب اختبار زيه واستغني عن امتحان السكيز العمل النهائي. عشتي معكم تو بارت بارت وين بارت تو امتحان خلي هذا الاختبار يا سلام معكم عملية اثنين اثنين عملية والثالث الرابع حق شطرته شطر سبعة أربعة امتحان العملية بهذا الكورس الحمد لله بس شلون أوه باقي باقي البرس كله عملوها 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 طبق كل ما شفته من الكومنتات في السنة دي تتذكرها تثبت 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 معلومة تكون متأكد ان عملك صحيح انه اشتغل سواء ولا اشتغل سواء سيسلوك مهم مهم السيسلوك لكل ليفل من سبعة الى صفر تراب طبعا بطبق بكرة السيسلوك بطبق الان تي بي بطبق بكرة المانجمنت هذه حق الكوبي مش عارف ايش من زر مزر علشان انترفيس انترفيس شو التسجيل مشوش